سبب سفري اليوم للمغرب أو تواجدي في المغرب هي دعوة من معرض الدولي لطب الأسنان. جدا سعيد أن أشارك في التظاهرة هذه اللي هي تعتبر أكبر معرض لطب الأسنان في إفريقيا. وكمان كان عندي دعوة من جامعة الملك محمد السادس لإلقاء محاضرة عن تجميل الأسنان بتقنية 3N. هلأ أنا يعني شهادتي مجروحة بكل الشعب المغربي وكل إحنا يعني عنا كتير يعني إحنا تقريبا المغرب هو الجنسية الثالثة عنا في العيادة كتعداد المراجعين، وإحنا سعيدين بثقة الشعب المغربي سواء المشاهير منهم أو الشعب عامة، ونكون دائما سعيدين باستقبالهم عنا في العيادة. أكيد طبعا الفنان سعد المجرد هو أخ وصديق بالنسبة إلي، مش بس مراجع في عيادة ليبرتي، ويمكن الكل بيعرف قديش أنا وياه أصدقاء، وكمان أكيد تجمعني علاقة جدا وطيدة بأخي وحبيبي، وبوجه له تحية من خلال موقعكم الفنان العالمي الموزع العالمي رضوان، اللي كلنا كعرب حتى مش بس كمغاربة بنشوف حالنا فيه. في كمان الفنانة أسماء المنور، الفنان بشير عبده، الفنانة نزهة الرقراقي، حاتم عمور بوجه له تحية، صديقي كمان أحمد شوقي، جميلة، يعني ما بدي أنسى حد أكيد، وزوجها كمان الفنان عمر لطفي. فكلهم بنكون جدا سعيدين بزيارتهم لنا في عيادة ليبرتي. لا هي زيهم زي أي شخص، ولكن مرات لما بيكون مثلا عندك ممثل لا لازم نعطيه ابتسامة شوي طبيعية عشان تليق بكل الأدوار اللي بيعملها، ولكن لما يكون فنان مطرب أو مذيع لا لازم نعطيه ابتسامة على طول حلوة، ما تكون شوي حيادية، لا ممكن تكون حتى بيضة شوي زيادة كمان. طبعا أنا جدا كنت سعيد بمستوى طب الأسنان في المغرب، في أطباء مغاربة على مستوى جدا عالي علميا وطبيا، وأنا متأكد أنه طب الأسنان في المغرب هو يعني بمستوى إحنا فينا نشوف فيه حالنا ونفخر فيه كعرب. تعرفت كتير على أطباء مغاربة خلال تواجدي هون، وتبادلت معاهم كمان الأرقام، وإن شاء الله حضلنا على تواصل بشكل دائم. أكيد والله إحنا دائما نتمنى أنه يكون في فرع العيادة ليبرتي لطب الأسنان في المغرب وفي كل الدول العربية، بس شوي إحنا بنتأنى بفتح الأفرع لأنه صعب جدا نفتح فرع وإحنا مش متأكدين أنه حيكون نفس الكواليتي تعيد فرع الأساسي في الإمارات، ولكن إن شاء الله نحاول إن شاء الله. وأنا اليوم التقيت في كثير من الأطباء المغاربة على مستوى جدا عالي وجدا رفيع من المستوى العلمي والأخلاقي والثقافي. هلا أنا محاضرتي كانت هون عن تقنية 3N. تقنية 3N هي تقنية ألمانية بتم تجميل الأسنان فيها من غير ما نحفر الأسنان أو نبريها نهائيا. طبعا التقنية هذه متواجدة حاليا في عالمنا العربي، الحمد لله صارت متواجدة بعد ما كانت هي أصلا من ألمانيا، ولكن حاليا في كتير أطباء عرب عم بيشتغلوها، ولحتى المراجع أو المريض يعرف مين الطبيب اللي عم يشتغلها لازم يدخل على الموقع الإلكتروني اللي خاص بهذه التقنية اللي هو nnveneers.com، ويشوف مين الأطباء اللي مصرح لهم استخدام هالتقنية هذه. ومش بس هيك، بيقدر يعرف الطبيب هذا كم حالة عمل قبل هيك، وكمان مشان المريض يكون متأكد أنه تركبت له هذه التقنية لازم يوصلوا إيميل من الشركة المصنعة أنه تم تصنيع هالأسنان هذه إليك. هلا دائما إذا تجميل الأسنان ما عمل بطريقة صح أكيد رح يعمل مشاكل، وتجميل الأسنان عادة هو بيكون آخر مرحلة، يعني لازم الشخص يعالج أسنانه، يعالج اللثة وبعدين يجمل الأسنان، ما بنصير أنه نقفز فورا على تجميل الأسنان. بعد ما تركبي الـ 3N Veneers أنت محتاجة أنك تحافظ على أسنانك بطريقة طبيعية جدا زي ما بتحافظ على أسنانك الطبيعية، مجرد أنه تفريش مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، وتنظيف أسنانك مرتين لثلاث مرات في السنة عن طبيب الأسنان. هلأ مش ضروري الكل يعمل تجميل أسنان، يعني أنت حافظ على ابتسامتك صحية حتكون جميلة يعني، ودائما مش ضروري تكون أسنانك بيضة ومصفوفة عشان تكون ضحكتك حلوة، أنت بس تضحكي من قلبك أكيد حتكون ضحكتك حلوة. لا تبييض مش أكتر من مرة واحدة في السنة، وإذا مش محتاجة أنا بفضل كمان ما يعمل التبييض، يعني دائما أنا شوي كونزيرفاتيف اتجاه التبييض، يعني لازم الواحد إذا مضطر له يعمله. بس بحب أقول لجمهور ومتابعين فبراير ولمتابعين اللي بيشوفوني من خلال فبراير، إن شاء الله نلتقي فيكم دائما في المغرب الحبيب، وإن شاء الله دير له على طول مبتسمين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.